الحاجات القديمه. كل الثقافات كان ليها تصور لديه سبب الصداع، ان هو ده يمكن اهم سؤال بيتسال، وانا ليه بصدع؟ لكن لازلت دلوقتي يعني لغايه النهارده معظم المرضى بتتعامل مع الصداع على انه هو عرض او مرض بسيط انا اقدر اتعامل معاه بنفسي. وده اللي بيخلي جزء كبير قوي من مرضى الصداع، خصوصا مرضى الصداع النصفي اللي هو اشد حده او اشد عبء على المريض، جزء كبير قوي من المرضى دول بيعالج نفسه غير راضي عن العلاج، لكن زي ما دكتور مجدي بيقول بيبقى يائس ان هو يلاقي حل نهائي. جزء من الموضوع ان هو مش عارف او مش واعي انه في علاج، او ان بعض المرضى فعلا لجأوا للاطباء لكن شخصوا غلط. يعني لازال الوعي برضه بين الاطباء في طرق تشخيص العلاج وتفريق انواع الصداع من بعض قاصر. التدريب على الصداع سواء في التدريب اثناء دراسه الطب او ما بعد الدراسه لازال ان هو مش بيركز قوي بالقدر الكافي. معظم كليات الطب حول العالم مش بس في مصر بتدرس وقت قليل او متخصص وقت قليل قوي للتعريف بالصداع، انواعه، طرق تشخيصه. اجام لازم برضه ان احنا نفهم المجتمع الطبي انه ده مرض لازم ان احنا نهتم بيه وناخده بجديه، مش ان هو مرض المفروض المريض هو اللي يعالج بيه نفسه، لا لازم ان احنا نعالجه. من الحاجات اللي عملت كده انه لفتره طويله جدا كان العلاج بتاع الصداع المزمن تحديدا، ونقصد بالصداع المزمن زي ما قلنا ان هو صداع متكرر كتير جدا، استجابته للعلاج اصبحت سيئه، استعمال المسكنات اصبح مش نافع وان هو يجيب نتيجه معاه. النوع ده من الصداع ده بيستدعي علاج. معظم العلاجات لغايه نهايه التسعينات